بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الرابح. اليوم احنا موجودين في مدينة نابلس، رح نتجول فيها، نتعرف على أهلها وناسها ونمشي بأزقتها، وبطبيعة الحال معنا أسئلة عديدة وجوائز كثيرة مقدمة من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا، فخليكم معنا لنشوف مين رح يكون معنا الرابح لليوم. عليكي ريم عفوري، ام جواد عفوري. اهلا وسهلا من نابلة. ان شاء الله. شايفه اجواء نابلس الايام هاي؟ والله السوق ضعيف كثير بالنسبه يعني انه كل سنه توصل من الدنيا رمضان، الدنيا عيد بس انه ما في اجواء للعيد، فيش بهجته، الغلا كثير، وهذا عمل يعني حاله كثير اقتصاديه صعبه بنابلس. حضرتك بتشتغلي بهذا المحل؟ ان شاء الله. كيف الاقبال عليه؟ الأقبال الحمد لله، بس الناس إنها بتستغل إنه أنت رفعت سعرك، رغم إنه كل المواد اللي عندنا الأولية اللي إنه بنشتغل فيها كلها ارتفع سعرها، وارتفع السعر الضعف. هذا أكيد بيأثر بطبيعة الحال على البيع. طبعا. طيب هذا معمول اللي أنا شايفته؟ إن شاء الله. شغل يدوي كيف بتعملوه؟ شغل يدوي طبعا زي شغل البيوت، كيف النابلسي مشهورة فيه طبعا، وبدنا نقول عنه كيف احنا بسوريا وبلاد الشام هو نفس الاشي، يعني كيف بدنا نقول القرص هذا الكبير نفس القرص اللي كانوا يعملوه ستي وستك والاجداد تاعينا. وكيف بتحس الناس يعني تحديدا؟ يعني انا شايفه بصراحه كميات كبيره، مين بيقوم في هذا العمل الشاق؟ احنا يعني زوجي واولادي وسلفي، يعني الحمد لله احنا كلنا عائله كامله وفي عندنا شغيله برضه. كم بيستغرق انتاج صينيه من هذا من هاي الصواني؟ شوفي الصينيه حسب كل حبه مثلا، في صينيه بتاخذ معاكي تقريبا ساعه اللي هي حبه صغيره، في صينيه بتاخذ معاكي يعني ربع ساعه 10 دقائق حسب شو معاكي ايد عامله، يعني اذا ما مثلا تنين باخذ لهم 10 دقائق بالصينيه. نابلس معروفة بالحلويات إجمالاً، الأكثر مبيعاً في نابلس إيش؟ الكنافة؟ هي كنافة النابلسية طبعاً هي مشهورة فيها، بس فترة العيد لا بنرجع برضو للمعمول بالعيد. إحنا الحمد لله بالنسبة لنا المعمول نشتغله بالعيد وبالأيام العادية موجود، متوفر على مدار السنة. إن شاء الله. طيب إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. تعرفي البافاريا؟ بافاريا هي مشروب غازي، ماء الشعير. ماء الشعير الذي يضاف له نكهات طبيعيه، جربتيها؟ والله احنا الشباب اللي بيشربوها اكثر شيء. طبعا هي فيها نكهه الماء الشعير الاصليه اللي هي بدون سكر بدون نكهات اضافيه، فهي كمان كويسه يعني مش بس للشباب. على كل حال رح نسالك سؤال، في حال اجبتي على اجابه صحيحه رح نربحك جهاز كهربائي، ولكن في حال اخطاتي رح نعطيك صندوق بافاريا، تمام؟ إن شاء الله. نشوف كيف معلوماتك العامة. تعال صح، خليك موجود. طيب ما هي الدولة الأولى في إنتاج البن وقصب السكر والحديد؟ رح أعطيكم خيارات، تمام؟ البرازيل أو غانا أو البرتغال. اللي هي بتهيألي البرازيل. برازيل. برازيل. لأنه هي مشهورة بزراعة القهوة، صح؟ بزراعة البن. هي مشهورة فيها. وقصب السكر كمان. أيضاً معروفة بإنتاج الحديد. إجابتك صحيحة وربحتي معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري. أهل نابلس فيش تفكير بالسؤال، على السريع بعطوك الإجابة. إجابتك صحيحة طبعاً وربحتي معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحبي تحكي لهم؟ شكراً كتير لكم، وإن شاء الله إنه الأوضاع تبقى منيحة، ونتشكركم كتير، وكل سنة وأنتم سالمين يا ربي. تفضلي، يعطيك ألف عافية، وشكراً لجهودكم أيضاً المبذولة خلال فترة الأعياد، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. تعرف عليك؟ مجدي من نابلس. أهلا وسهلا فيك. كيف شايف أجواء نابلس اليوم؟ شي كتير بجنن لأنكم أنتوا بالأصل موجودين فيها. الله يسعدك يا رب. طيب الحركة التجارية الناس؟
والله بيني وبينك يعني الحركة التجارية دائما هيك بتصير أزمات كثير في الأسواق، إلا أنه بعض التجار بيشتكوا عمالهم من سوء الأحوال الاقتصادية. الناس ذلك السبب اللي هو عدم نزول الرواتب للموظفين وهيك شغلات، يعني بأخروها كثير، وبالتالي هذا بأثر على القدرة الشرائية للناس، بأنه بآخر يوم يومين بيشتروا الأشياء أو الحاجات الضرورية للعيلة. طب هيك كلمة تعريفية عن نابلس، إذا بدك تختصر لنا إياها شو ممكن تحكي لنا؟ نابلس هي بلد الأصالة والعراقة. نابلس أنا بلدي وبعتز فيها، يعني كثير كثير حلوة. صدقيني إحنا مثل سمك البحر، إذا طلعنا من هالبلد بنموت. هذا اللي بدي أقول لك إياه. الله عليك. طيب رح نسألك سؤال. إحنا طبعا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. إذا بتعطيني صندوق بافاريا هدية ممكن أتعود وأصير أشرب بافاريا. ممكن تتعود. طيب أكيد إحنا رح نعطيك، خلص البافاريا مضمونة هي بكل الأحوال، ولكن بدي أحكي لك معلومة بسيطة عن البافاريا. طبعا هي مصنوعة من ماء الشعير أكيد بتعرف، ولكن حتى الغاز اللي بينضاف لها هو غاز طبيعي ناتج عن عملية غلي الشعير، لذلك هو ما بيؤدي للسعة بالمعدة، فأنا بنصحك أنك تجربها. تمام؟ طبعا معنا إشي وأحلى أحلى صندوق بافاريا إلك. تمام؟ الله. حتى لاسم رشا في ريحة كانوا صانعينها من زمان ستاتية اسمها مدام رشا. بالضبط. جد والله؟ أنا ما بعرفها. في ريحة اسألي طبعا للعطور بقولوا لك إنه في ريحة اسمها مدام رشا. صار مين مدام رشا هاي اللي عملوا لها العطر؟ ما بعرف. أنا والله بيني وبينك مرة وصيت أبوي يشتري لي إياها من الأردن وجابها، وطلعت مدام رشا ستاتية بزاكة كثير، بس اللي طلع اللي أنا كنت مخطئ في اعتقادي، اللي طلع أزكى اللي هو وجودكم هون. الله يسعدك يا رب، عين عليك. طيب رح نسألك سؤال، طبعا في حال أجبت عليه إجابة صحيحة رح نعطيك جهاز كهربائي، في حال أخطأت صندوق بافاريا بكل الأحوال هو جائزة مضمونة لإلك. أوكي. تمام. السؤال هو، كل الحيوانات تحرك الفك السفلي عند الأكل عدا حيوان واحد، فما هو؟ الفقمة. ليش الفقمة؟ ايه؟ لا لا. فكر فكر في، يعني قد تكون الفقمة، ما بعرف إذا بتحرك فكها العلوي. أنا بقول لك استني، لأقول لك هو يعني كائن من الكائنات البحرية البرمائية اللي بتعيش في المية وبتعيش في اليابسة، على ما أعتقد إنه التمساح. التمساح. طب يقال دائما إنه التمساح يعني دموعه كذابة. طبعا، وهذا كثير بنسمعها إحنا في مجتمعنا هون. ما هو اسمع يا سامي، من كثر ما هي الناس سادة وإشي، يعني زي أمثلة ضربني وبكى وسبقني واشتكى ودمع عينه دموع تماسيح، بيعمل حاله أنه في موقف أنه انظلم فيه، بس هو ما بيكون مظلوم، هو يعني على العكس بيكون ظالم. تعرف شو السبب اللي يعني تسمى دموع التماسيح بهذا الاسم لأجله؟ يعني لماذا يقال أنه دموع التماسيح كذابة؟ طبعا لأنه التمساح هو يعني حيوان غدار، أنت بتشوفيه تحت المي هيك، بس هو إيه بكون بيقتنص الفريسة تبعته. شكرا لك، انت جاوبت اجابه صحيحه وربحت معنا جهاز كهربائي، ولكن انا بدي كمان صندوق بافاريا. الله يسعدك. هلا بالاضافه لذلك، طبعا التمساح يبكي عندما ياكل فريسته، فلذلك يقال انه دموع التمساح كذابه. طبعا هذه هي او هذا هو السبب العلمي. احنا سعدنا بلقائك، شكرا جزيلا لك، وبنحب طبعا انك تجرب البافاريا وتنال اعجابك بطبيعه. خساره صايمين اليوم، ولا كان هلا فتحنا وشربنا. ربنا يتقبل. شكرا لك ويعطيك العافيه. الله يسعدك. تعرف عليكي؟ يارا جواد بني شمسي من بيتا. اهلا وسهلا. من وين؟ بيتا يعني حوالين نابلس. ايوه جنوب نابلس. شو بتعملي اليوم بالسوق؟ جاي اشتري العيد. شو بدك تشتري؟ شو ببالك؟ عادي يعني لبسه عاديه، بنطلون وبلوزه وهيك. شايفه الموجود بالسوق حلو، يتناسب مع ويلائم ذوقنا الفلسطيني؟ نعم. حلو؟ عجبك شيء؟ اشتريت. اشتريتي، خلصتي امورك، راضيه ومقتنعه. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا.
رح أسألك سؤال، في حال أجبتي عليه إجابة صحيحة بدنا نربحك جهاز كهربائي، ولكن في حال أخطأتي رح أعطيك صندوق بافاريا، تمام؟ وفرصة أنك تجربي وتعرفي إيش هي البافاريا، تمام؟ ماشي. من أين يستخرج العنبر؟ عمرك سمعتي؟ من فاكهة اسمها العنبر، صح؟ فاكهة اسمها العنبر. طيب عشان أنت ما تتسرعي رح أعطيكي خيارات، هو يتم استخراجه من حيوان مش من فاكهة. الخيارات: الغزال أو الحوت أو الضبع. الغزال. مع الأسف، مع الأسف إجابتك خاطئة، الغزال، ولكن ربحتي معنا صندوق بافاريا. شكرا لك، وبنتمنى أنك تجربيها كمان وتنال إعجاب. نتعرف عليك. أسامة ياسين، عصير الشمالية. أهلا وسهلا فيك، كيف شايف أجواء نابلس اليوم؟ إن شاء الله حلوة، يعني أنا مغترب وجاي هنا زيارة، وصدفة إنه إحنا جينا على العيد، يعني أكيد مبسوطين في الجاية هذه. وين عايش؟ بجدة السعودية. جدة، كيف الأجواء هون، أحلى ولا بالسعودية؟ والله كل شيء له، بس أكيد مع الأهل، وهذا طبعا العيد يعني له فرحة أكثر، يعني العيد دائما مع الجمعة أحلى وأفضل. قديش لك مغترب؟ لا سنة بسنة بنزل. يعني بتروح سنة وبترجع. بالضبط. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. تعرف البافاريا؟ اكيد مشروب الشعير مولت. كيف انت وياه؟ والله دائما بالعادة بشرب، يعني لانه بنظف الكلاوي وبتعرف، يعني وغير انه مشروب زاكي مع لما يكون بارد بالحر. طيب رح نسألك سؤال، في حال أجبت عليه إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت رح نعطيك صندوق بافاريا، تمام؟ يلا سأل السؤال بس. طيب كم تبلغ أخفض منطقة بالبحر الميت، عندك فكرة؟ يعني كم أخفض نقطة بالبحر الميت؟ كم متر؟ أعطيك خيارات، حاول ما تتسرع بالإجابة. 400 متر تحت مستوى سطح البحر، أو 800 متر تحت مستوى سطح البحر، أو 1000 متر. أكيد أكثر من 400، يعني 800 1000، خلينا على الوسط 800. يا 400 800. ليش بتغشش يا سجا؟ 400. بدك أنت تعتمد الإجابة. 400. ما أنت حكيت بالأول لا. خلص توكل الله. لا 400 إن شاء الله. 400 هي الإجابة الصحيحة، وربحت معنا جهاز كهربائي مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ شكرا لكم، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية، ونتمنى أنه هذا مشروب البافاريا الكل يجربه، لأنه مشروب كويس، وإن شاء الله وكل عام وانتم بخير. أنت بألف خير، يعطيك العافية، ألف مبروك. أعرف عليكي ميسر عقروق من نابلس. من نابلس. أم شو جاي تعمل بالسوق؟ نتسوق لهالعيد. شو نعمل؟ شايفة الأجواء ما شاء الله بتجنن. تحبي تدخلي بالسوق وتتمشي فيه؟ أكيد. يعني وبينك هي موهبتنا الوحيدة إحنا السيدات. إلا متعة، أحلى متعة بالعالم. والله تنسي هموم الدنيا وما فيها. خصوصا في نابلس. أكيد. عيني عليكي. طيب احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الاعلامية وشركة ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. بتعرفي البافاريا؟ بعرفها. كيف انت وياها؟ صغير منيحة، ماشي حالي، مش انا اكتر اشي جوز عليها. اكتر اشي جوزك. طيب رح نسألك سؤال، في حال اجبت على اجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، بدو شارك. الله يحمي لك اياه. الله يخليك. في حال اخطأتي رح نعطيك صندوق بافاريا من العبوة الجديدة اللي هي عبوة اللتر لجوزك، تمام؟ ماشي ان شاء الله. يعني مرضية بكل الحالتين ان شاء الله. السؤال هو، ما هي الدولة الاولى في انتاج السيارات؟ رح اعطيك خيارات، تمام؟ ما تتسرع بالاجابة. المانيا او اليابان او كوريا. بعرف المانيا، أتوقع ألمانيا. أعتمدها كإجابة؟ أعتمديها ألمانيا. أنا بعرف
ألمانيا. مع الأسف الإجابة خاطئة، ولكن ربحتي معنا صندوق بافاريا، طبعا هو مقدم من شركة إيكا. الإجابة هي اليابان. طبعا ألمانيا بتصنع سيارات فخمة وجميلة، ولكن الأكثر صنعا للسيارات هي اليابان، وربحتي معنا صندوق بافاريا. شكرا لك، يعطيك العافية. نتعرف عليك. عبد الكريم أبو صالح من نابلس. من نابلس. شو بتعمل بالسوق اليوم؟ بسلم الأول من هلل من كبل إنه أيام فضيلة، هذه خير الأعمال عند رب العالمين العشر الأوائل من ذي الحجة. العمل الصالح فيها يضاعف أجره إلى 700,000 ضعف. أنا سمعتك ماشي وبتحكي لبيك اللهم لبيك. طبعاً إنه اللي يكون صايمين بيكون مشاعرهم مع الحجاج. الحجاج بأنه بهللوا بكبروا ماشيين على الصلاة ومسبوق بالهادة، وهيك إحنا طبعاً إحنا بنقتدي فيهم لأنه هم أقرب لرب العالمين منا، لأنه هناك الأرض المقدسة والكعبة المشرفة هناك، وبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. تعرف البافاريا؟ أهلا وسهلا. كيف أنت والبافاريا؟ والله بلادي بشرب البافاريا بالعمر يعني. شوف هلأ البافاريا صح الشباب أكثر إقبالا عليها، ولكن هي من ماء الشعير، فلذلك في منها المالت اللي هي بتكون بدون سكر وهي من ماء الشعير، يعني هذا طعمها الأصلي، فهي مفيدة حتى للكبار، وعادة حتى اليوم صاروا الأطباء يوصفوها كدواء للكلى آه طبعا ممكن معها حسوة مع أشياء أو هذا ممكن. احنا بكل الاحوال ننصحك انك تجربها، وطبعا رح نسالك سؤال في حال اجبت عليه اجابه صحيحه رح نربحك جهاز كهربائي، ولكن في حال اخطات رح نعطيك صندوق بافاريا. تمام؟ بارك الله فيكم. بعدك كيف معلوماتك العامه؟ ان شاء الله منيحه. ان شاء الله منيحه. طيب السؤال هو ما هو اقصر نشيد وطني في العالم؟ عندك فكرة؟ أعطيك خيارات. أيوة. النشيد الياباني أو الفلسطيني أو الكندي. الياباني. أقصر نشيد وطني بالعالم؟ أي نعم. ليش جاوبت الياباني؟ لأنه بشوف يعني النشيد الفلسطيني طويل في دقيقة ونص ساعة لنخلص، والكندي طبعا في طويل لأنه حضرنا على التلفزيون حفلات كتير، وهذا الياباني بيكون أصغر شوي. يا عيني عليك والله، وحللها إجابة صحيحة وربحت معنا جهاز كهربائي، طبعا هو مقدم من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ بارك الله فيهم وكل عام وانتم بخير، والله يعيدوا علينا وعلى أمة محمد المسلمين بهدات البال. أمين يا رب. وإحنا طبعا بنحب كمان أنه أنت تجرب البافاريا ونسمع كمان ردود فعل منك. الله بارك الله فيك. شكرا لك، يعطيك العافية. بارك الله فيك. أعرف عليك. السيد حازم حسن أبو عرة. أبو إيه؟ أبو عرة. من وين أنت؟ من جنين. من جنين. شو بتعمل بنابلس؟ جينا نطشي شوار يعني. كيف شايف الأجواء بنابلس؟ ما شاء الله يعني أحسن من قبل، عشان أعياد وليالي وقفات الناس ذات تتسوق حركة واكتظاظ. طيب ليش أهل جنين بيجوا بتسوقوا بنابلس مثلا؟ كل واحد له مزاج يعني، كل واحد بيشوف المناسب له يعني. انا يعني حبيت اطلع هيك طشه على نابلس، زي طشه تسوق شويه تجيب شويه اغراض اوائل عيد بوات اشي زي هيك. الاسعار بنابلس احسن من جنين؟ والله الصراحه كلها سعر واحد تقدر تحكي، بس الاوضاع بتختلف يعني. بجنين الاوضاع اخف من هيك، الاوضاع يعني بتقدر تحكي خفيف ضعيف كثير بجنين بسبب الأحوال اللي صارت فيها الأحداث الأخيرة. طيب إحنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. كيف أنت والبافاريا؟ أشربها بجوز كل أسبوع، أشربها مرتين ثلاث. شو أكثر نكهة بتحب؟ تفاح. معشوق الجماهير. أسكايشي. أسكايشي. كل الناس أذواق، وفي ناس كل حدا بحب، في إشي بحب الفراولة مثلا. نكهته المفضل.
طيب رح نسألك سؤال، في حال أجبت عليه إجابة صحيحة رح نربحك جهاز كهربائي، في حال أخطأت أحلى صندوق بافاريا بخدم شواربك، تمام؟ تفضل. كيف معلوماتك العامة؟ منيحة. كويسة؟ طيب، ما هي الدولة التي تحتل المركز الأول في العالم بإنتاج الذرة والأخشاب والطاقة الكهربائية النووية؟ عندك فكرة ولا أعطي خيارات؟ والأخشاب والطاقة النووية، أعطيني خيارات. طيب، الخيارات هي روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية. الذرة والخشب والطاقة النووية روسيا. روسيا، اعتمد. روسيا، اعتمد. مع الأسف الإجابة خاطئة، ولكن ربحت معنا صندوق بافاريا طبعا، بإمكانك تسهر عليه أنت والشباب. شو بتحب تحكي لشركة بافاريا؟ شكرا لكم، هيك انتوا يعني بتشجعوا الناس تنزل على الاسواق و... و يعني الناس تصير تاخذ فكره احلى عنكم. بنواصل وياكم مشاهدينا حلقتنا لليوم من مدينه نابلس، ونتعرف عليك. عماد الجيوسي. اهلا وسهلا. جيوسي عائلة كبيرة. نعم. من نابلس؟ لا، من تركيا. كريم. تركيا كريم. شو بتعمل بنابلس اليوم؟ بشتغل. شو؟ عدوية. الله يعطيك الصحة والعافية. كيف الأجواء بنابلس اليوم؟ منيحة، ممتازة الحمد لله. دائما تيجي هون؟ في حركة منيحة يوميا أنا هون. والله. يلا كويس، يعطيك الصحة والعافية. معلوماتك العامة كيف؟ منيحة نوعا ما. كيف أنت والبافاريا؟ منيح، بشرب بافاريا منيح. شو أكثر نكهة؟ تفاح بس. تفاح بس. جربت شي النكهات الثانيه؟ تفاح وجربت الرمان. حبيت التفاح. وبعدين في شو اسمه السفر، اللي هو بدون اطعمه. جربت بشرب هاي كل اسبوع مره. ذاكي برضه مش بطال. طيب، احنا برنامج الرابح من شبكه بلدنا الاعلاميه وشركه ايكا الوكيل الحصري لبافاريا. طبعا رح نسالك سؤال، في حال اجبت على اجابه صحيحه بدنا ربحك ساعه يد، تمام؟ ان شاء الله. جاهز؟ جاهز. كيف معلوماتك العامه؟ ممتاز، منيحه. يعني في استوال جغرافيا وتاريخ. منيح. جغرافيا وتاريخ. طيب السؤال هو، أين توجد، أو خليني أحكي لك أنه هذا جغرافيا سهل رح يكون. طيب، كم عدد الدول التي يتألف منها حلف شمال الأطلسي؟ عندك فكرة؟ بسيط. أعطيك خيارات؟ الناتو. أعطيك خيارات؟ أعطيني. 30 دولة أو 10 دول أو 15 دولة؟ 30 أو 10 أو 15؟ 30. 30. عدد الدول أكبر من 10 وأكبر من 15؟ الإجابة صح على كل حال. 30، مزبوط. صحيح، وربحت معنا ساعة طبعاً، هي مقدمة من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. شو بتحب تحكي لهم؟ يسلم إيديكم، يسلم إيديكم، وإن شاء الله يعني بنضلنا مستمرين نشرب بافاريا. شكراً لك، يعطيك العافية. يسعدك. وإياكم مشاهدين حلقتنا لليوم من مدينة نابلس، وأيضا نتعرف على المزيد من المواطنين. نتعرف عليك. سمير فرج. أهلا وسهلا. من نابلس؟ من نابلس، مخيم بلاطة. أهلا وسهلا. كيف الأجواء الأيام هاي؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا يفرج على الجميع يا رب. أمين يا رب. حركة نشطة بالسوق؟ نوعا ما. بالنسبة للسنوات السابقة بدك تحكي غير نشطة كدخلة سوق الخان وهيك الأشياء. الله يعين الناس يا رب. بكونش في مجال تمشي بالعادة؟ لا لا لا، يعني يعني احنا مشينا وشرينا بكل أريحية، يعني لا مش زي كل سنة يعني. طيب، على كل حال احنا برنامج الرابح من شبكة بلدنا الإعلامية وشركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. تعرفي البافاريا؟ اهلا وسهلا. مشروب صح؟ مشروب صحيح، هو مشروب من ماء الشعير، بتنضاف له غاز طبيعي، طبعا هو من عملية غلي للشعير، بتنضاف له نكهات طبيعية زي التفاح، زي الرمان، زي الفراولة، زي المسفلورا، زي الليمون، العديد من النكهات اللذيذة. طيب رح نسألك سؤال، وفي حال أجبتي على إجابة صحيحة بدنا نربحك ساعة، ولكن في حال أخطأتي رح نعطيك صندوق بافاريا، ولازم تجربي بكل الأحوال. تمام؟ تمام. طيب نشوف لك سؤال. طيب،
عمرك سمعتي عن أطول سلسلة جبال في العالم؟ أطول سلسلة جبال في العالم؟ تعرف شو يعني سلسلة جبال؟ يا بس سلسلة جبال هلا مش الأعلى، أنا بحكي لك كسلسلة. رح أعطيكي خيارات، شو رأيك؟ أعطيكي خيارات وحاولي تأني، تمام؟ المحيط الأطلسي، موجودة هذه السلسلة في المحيط الأطلسي أو في المحيط الهادئ أو في جبال الألب؟ المحيط الأطلسي لهادي، جبال الألب. المحيط الأطلسي هو أكبر المحيطات، يعني إذا بدنا نحكي على محيطات ممكن تكون الأطلسي إذا كانت موجودة في المحيطات، كون الأطلسي أطول المحيطات. يعني بدك تعتمد الأطلسي؟ إن شاء الله. علميا الجبال يعني هي مش بس موجودة على سطح الأرض، هي أيضا موجودة داخل تحت الأرض 100% وداخل هذه البحار والمحيطات. في المحيط الأطلسي، وكونك ذكرتي أنه هو أكبر المحيطات، سلسلة المحيط الأطلسي الموجودة في داخل البحر هي تعتبر من أعلى الجبال في العالم. هذه إجابة صحيحة ودقيقة، وربحتي معنا ساعة، طبعا هي مقدمة من شركة إيكا الوكيل الحصري لبافاريا. ما رح تدوقي؟ لا رح تدوقي، رح نحملها صندوق بافاريا ولازم تجربيها وتعطينا فيدباك عليها. كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب. شكرا لك ويعطيك العافية. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم من مدينة نابلس. شكرا لكم على طيب وحسن المتابعة، وما تنسوا تشوفونا بحلقات جديدة. إلى اللقاء.